بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الحلقة 25 في مقرر مبادئ الاقتصاد الكلي في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في نظام التعليم عن بعد. توقفنا أو أنهينا في الحقيقة في الحلقة السابقة أنواع البطالة، وذكرنا في الحقيقة أن البطالة قد تكون بطالة احتكاكية أو بطالة هيكلية أو بطالة دورية أو بطالة موسمية. ثم تكلمنا عن بعض الصعوبات التي تواجهنا عند في الحقيقة قياس من نعتبره في الحقيقة عاطل عن العمل أو غير عاطل. فناقشنا موضوع مثلا المتقاعسين أو المحبطين في الحقيقة الذين بحثوا عن العمل ثم بعد فترة توقفوا عن البحث لأنهم لم يجدوا عملا، هل يعتبرون من العاطلين أم لا؟ هنا الآن ننتقل إلى ما يسمى البطالة الطبيعية ومعدل البطالة الطبيعي. لأننا يعني بشكل عام في الحقيقة عندما نتكلم عن المحاولة لتخفيض معدلات البطالة لا نطمح أبدا أن نصل بمعدل البطالة إلى الصفر. فوجود خاصة البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية لا بد في الحقيقة موجودها، ولكن الهدف في الحقيقة أن نقلصها ما أمكن. فنجد أن الكثير من الدول تستخدم ما يسمى بمعدل البطالة الطبيعي، فبعض الدول مثلا ترى أن معدل البطالة من 5 أو نعم من 5 إلى حوالي 4 يعتبر من المعدلات المقبولة جدا، بمعنى أن أي بطالة تعتبر أقل يعني من 5 فأقل هذه تعتبر جيدة جدا، وهي الأهداف أو تسعى السياسات الحقيقة إلى الوصول إلى هذا الهدف. بعض الدول نجد أن هناك بطالة المقبولة إلى 7% يعتبر مقبول. سنرى ماذا تعني البطالة الطبيعية وما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الطبيعية، يعني لماذا بعض الدول تقبل ب5 وبعض الدول تقبل ب7%. ننتقل إلى الشريحة، نرى أن المعدل الطبيعي للبطالة كما هو موجود أمامكم عندما يكون الاقتصاد عند مستوى العمالة الكاملة فإن معدل البطالة ليس مساوي للصفر، بل يعني أن معدل البطالة يساوي المعدل الطبيعي للبطالة. والمعدل الطبيعي للبطالة يتكون من البطالة الاحتكاكية والهيكلية، وهي البطالة التي توجد عند تساوي الناتج المحلي الإجمالي الفعلي مع الناتج المحلي الإجمالي الكامل. ونقصد الإنتاج المحلي الإجمالي الكامل يعني عند اللي هو يقيس الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، المقدرة الاقتصاد كم مقدورة في إنتاج السلع والخدمات. فإذا وصلنا للطاقة الإنتاجية نقول وصلنا إلى الإنتاج الكامل، وهذا يعني لا وجود للبطالة الدورية. أي معدل البطالة الطبيعي هو الذي يكون عند معدل البطالة الدورية مساوي للصفر. إذا صارت معدل البطالة الدورية مساوي للصفر صرنا في الحقيقة عند المعدل الطبيعي للبطالة. عندما يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضا بالنسبة لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طويل الأجل، فإن معدل البطالة الفعلي
يفوق المعدل الطبيعي للبطالة، وبناء على ذلك ترتفع البطالة الدولية. يعني عندنا الطاقة الإنتاجية للاقتصاد محدودة، فإذا كان الاقتصاد في الحقيقة يسجل معدلات إنتاج حقيقي أقل من الطاقة الإنتاجية أو الإنتاج الكامل، هنا نجد أن البطالة في الحقيقة سوف تتولد، سيكون عندنا بطالة دورية. إذا البطالة الدورية هنا موجودة إيجابية، فهنا سيكون البطالة معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة الطبيعي. إذا كان مثلا هنا وجود البطالة الدورية ولد في الحقيقة معدل البطالة زيادة مقدار 2%، فإذا كان مثلا نجد مثل أمريكا ترى أن 5% هو المعدل الطبيعي للبطالة، إذا ما زاد عن ذلك يعتبر بطالة نتيجة للبطالة الدورية. نعود للشريحة مرة أخرى. هنا نقول عندما يكون معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضا بالنسبة لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طويل الأجل اللي هو الإنتاج الكامل، فإن معدل البطالة الفعلي يفوق معدل الطبيعي للبطالة، وبناء على ذلك ترتفع البطالة الدورية أما إذا استمر النمو الاقتصادي سريعا جدا، فإن معدل نمو الاقتصاد سوف يتجاوز مستوى الإنتاج الطبيعي والبطالة الدورية ستنخفض، البطالة الدورية سوف تنخفض. طيب الآن هذه البطالة الطبيعية كيف نعمل على تخفيضها؟ يعني إذا قلنا مثلا البطالة الطبيعية مثلا في أمريكا بين 4 و5.5، وهي في أوروبا بين 7 و10%، هذه تعتبر معدلات طبيعية البطالة مقبولة، لماذا تختلف معدلات البطالة الطبيعية وكيف نستطيع أن نخفضها؟ نجد هنا قلنا لأجل تخفيض معدل البطالة الطبيعي لابد من إحداث تغييرات هيكلية تشمل: 1- تحسين انتقال العمال من خلال نظام معلومات أفضل تربط بين سوق العمل. رقم 1 طبعا إذا نذكر أن البطالة الاحتكاكية سبب وجودها هو في الحقيقة غياب المعلومات، بمعنى أن العمال ليس لديهم معلومات كافية أين تقع أو أين مكان الوظائف الشاغرة. فرقم 1 اللي هو تحسين انتقال العمال من خلال نظام معلومات أفضل تربط بين سوق العمل، هذه ستؤدي إلى تخفيض البطالة الاحتكاكية. رقم 2 تطوير مستوى التدريب والتعليم المهني بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، هذا لأجل قضاء أو لأجل تخفيض معدلات البطالة الهيكلية. إذا رقم 2 تطوير مستوى التدريب والتعليم المهني بما يتناسب وحاجة سوق العمل. رقم 3 تقليل التمييز في التوظيف بأشكاله المختلفة. التمييز طبعا سواء في بعض الأحيان يكون تمييز بين الرجل والمرأة، وفي بعض الأحيان يكون تمييز حسب اللون، هناك في الحقيقة تمييز عنصري مثلا ضد السود في أمريكا مثلا، تجد أن المؤهلات جيدة ربما تفوق الشخص الأبيض، وقد يكون في الحقيقة صاحب العمل يقوم بتوظيف الأبيض ويهمل أو لا يوظف الشخص الأسود، هذا نسميه discrimination اللي هو تمييز عنصري في الحقيقة قائم على أساس اللون. هذا طبعا لا شك يعتبر ظاهرة سيئة جدا تضر بالاقتصاد. فإذا ألغينا عملية التمييز العنصري هذا سوف يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة الطبيعية. فهذه الظاهرة مثلا لو استطاعت أمريكا في الحقيقة أن تتغلب على هذه المشكلة لعملية التمييز، ربما نجد أن معدلات البطالة الطبيعية إذا كانت بحدود 5 بين 4 و5.5
ربما تنخفض إلى أقل من ذلك. طيب، إذا هذا رقم ثلاثة، تقليل التمييز في التوظيف بأشكاله المختلفة. رقم أربعة، التخلص من الحد الأدنى للأجور. التخلص من الحد الأدنى للأجور. طبعا الحد الأدنى للأجور، لما أضع حد أدنى للأجور يعني معناها أنني لن أوظف شخص بأقل من الأجر الذي قامت الدولة والحكومة بوضعه. قد يكون في الحقيقة هناك طلب على العمال، لكن لا تستطيع المنشأة أن تدفع الأجر له حد الأدنى للأجور. فإذا كان مثلا الحد الأدنى للأجور هو مثلا 2000 ريال، والمنشأة لا تستطيع دفع إلا 1500، هذا في الحقيقة سيؤدي إلى أن المنشأة تحجم عن التوظيف، وبالتالي سيكون عندنا بطالة بسبب الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور 2000، وأنا ما أستطيع في الحقيقة أن أوظف إلا بأجر أو مرتب مقداره 1500 ريال. هنا في الحقيقة المنشأة سوف لن توظف أحد، والشخص سوف يستمر عاطلا، وهذا يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة. الحد الأدنى للأجور في الحقيقة يساهم أو يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة الطبيعية. فلأجل في الحقيقة تخفيض معدلات البطالة الطبيعية، لابد في الحقيقة أن تقوم الحكومات إما بتخفيض معدلات الحد الأدنى للأجور أو إلغائها. لا شك طبعا أن معدل الحد الأدنى للأجور له مزايا وله سلبيات. من سلبياته كما قلنا أنه سوف يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الطبيعية. نعود للشريحة مرة أخرى. رقم خمسة، أيضا لأجل تخفيض معدل البطالة الطبيعي يجب تحرير التجارة من كافة القيود. تحرير التجارة من كافة القيود، المقصود التجارة هنا التجارة الدولية، يعني إلغاء كافة الجمارك مثلا. فإذا خفضت في الحقيقة معدات الجمارك أو ألغيت، يعني أن هناك حرية تامة لانسياب السلع بين الدول، وبالتالي هذا سيقلل من معدلات البطالة الطبيعية. يعني إذا كان مثلا اقتصاد معين يعتمد بشكل رئيسي على التصدير، فإذا كان هناك عقبات كبيرة أمام التصدير، المنشأة لا تستطيع أن تتوسع في الإنتاج، بالتالي سيكون هناك عاطل عن العمل. أما إذا كان في الحقيقة ألغيت كافة القيود التي تعترض انسياب السلع بين الدول، هنا هذه الشركة تستطيع أنها في الحقيقة تتوسع، لأنها تستطيع في الحقيقة أن تصدر وببساطة ما تريد تصديره، وبالتالي تستطيع أنها توظف المزيد من العمال، وبالتالي معدلات البطالة الطبيعية سوف تنخفض. إذن هذه الأسباب أو هذه العوامل الخمسة يمكن في الحقيقة أن تقلص من معدلات البطالة الطبيعية. هنا كما قلنا أشرنا قبل قليل، البطالة الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر البطالة الطبيعية بين 4% و 5.5%، بينما في أوروبا بين 7 و 10%. نلاحظ في أوروبا أن معدلات البطالة الطبيعية كبيرة، بين 7 و 10. لماذا؟ طبعا هذا يعود إلى أسباب كما ذكرنا اللي هو العوامل الخمسة في اختلاف بين أمريكا وأوروبا. فنجد مثلا نقابات العمال في أوروبا لها مقدرة أكبر، عملية الحد الأدنى للأجور في أوروبا أيضا معدلاته مرتفعة، تحاول النقابات العمالية أن تحمي معدلات الحد الأدنى للأجور. هذه العوامل جعلت البطالة الطبيعية في أوروبا مرتفعة. طيب، ننتقل إلى موضوع العلاقة بين التضخم والبطالة. العلاقة بين التضخم والبطالة، the relation between inflation and unemployment. inflation له تضخم، unemployment له البطالة. هل هناك بينهما علاقة كما قلنا في حلقات سابقة؟ هناك
ما يسمى بمنحنى فيليبس، ومنحنى فيليبس يحكي علاقة عكسية بين البطالة، معدات البطالة، وبين معدات التضخم. فإذا أردت في الحقيقة أن تكافح التضخم، تحارب التضخم، تخفض معدلات التضخم، يجب أن تكون على استعداد لقبول معدلات مرتفعة من البطالة. وفي المقابل إذا أردت أنك تخفض معدلات البطالة، يجب أن تكون على استعداد في قبول معدلات مرتفعة من التضخم. فعملية علاج أحد المرضين سيكون على حساب المرض الآخر. طيب، هنا نعود إلى الشريحة مرة أخرى. نلاحظ عندما يكون الاقتصاد في حالة رواج فإن معدلات البطالة منخفضة، وسوف تجد الشركات صعوبة في توظيف العمال، بل إن المنافسة بين الشركات سوف تؤدي إلى إحداث زيادات في الأجور يتبعها زيادات في الأسعار. أي أن الرواج المتزايد سوف يحدث ارتفاعا عاما في الأسعار بالنسبة للاقتصاد بأكمله، أي التضخم. الرواج عندما يكون عندنا رواج ازدهار، يعني ذلك معدلات البطالة سوف تكون منخفضة، نعم صحيح، لكن هذا سوف يحدث ارتفاعا عاما في الأسعار بالنسبة للاقتصاد بأكمله، أو أن معدلات التضخم سوف تكون مرتفعة. إذا منحنى فيليبس كما قلنا قبل قليل استهداف تخفيض التضخم سوف يكون على حساب القبول بمعدلات أعلى من البطالة، في حين أن السعي لتقليل معدلات البطالة سوف يكون على حساب القبول بمعدلات عالية للتضخم. أي التضخم يحدث فقط عندما يقع الاقتصاد قريبا من الطاقة الانتاجية، حيث يبدأ معدل التضخم بالارتفاع، وذلك بسبب فجوة الانتاجية، وهي الفجوة بين المستوى الفعلي للناتج المحلي الإجمالي والطاقة الانتاجية. إذا كان المستوى الفعلي أكبر من الطاقة الانتاجية التضخم يتصاعد. إذن نتذكر في الحقيقة عند كينز عندما كان الكساد العظيم في الحقيقة كان هناك معدلات البطالة منخفضة جدا، عفوا معدلات البطالة مرتفعة جدا، ربما أنها تجاوزت 30%، يعني معدلات البطالة بحدود 33%. هنا الاقتصاد في الحقيقة يعمل بأقل من ثلث طاقته، فاقترح في الحقيقة لأجل الخروج أو علاج هذه المشكلة هو أن تحفيز الطلب الكلي. إذا حفزنا الطلب الكلي، يعني صار هناك طلب كلي، سيستجيب الإنتاج، وبالتالي معدلات البطالة سوف تنخفض. في ذلك الوقت لم يكن في الحقيقة مستويات الأسعار تشكل، أو الارتفاع المستوى العام للأسعار لم كان لا يشكل أي مشكلة، حكم الاقتصاد في الحقيقة بعيد عن مستوى التوظف الكامل. أما إذا كان الاقتصاد قريب من مستوى التوظف الكامل، فهنا مشكلة التضخم ستكون في الحقيقة مؤثرة. فنحن إذا كنا نتكلم في الكساد العظيم حول 33% تقريبا نسبة البطالة، لكن لما يكون عندنا مثلا نحن نتكلم عن حدود 10% بطالة مثلا، نجد في الحقيقة نعم عندما يكون هناك تحفيز للطلب الكلي لأجل تقليل معدلات البطالة سيبدأ في الحقيقة عملية التأثير على معدلات التضخم. فإذا كان مثلا عندنا مثلا البطالة 10% والتضخم عندنا 5%، هذه نقطة البداية، ورأت الدولة مثلا أن معدلات البطالة مرتفعة، بالتالي هي تريد أن تسعى لأجل تقليص هذا المعدل لمعدل البطالة، استخدمت سياسات تحفيزية، سواء سياسة مالية توسعية أو سياسة نقدية توسعية. هنا
الطلب الكلي سيزيد، إذا زاد الطلب الكلي الإنتاج أيضا سيستجيب الطلب الكلي سيزيد، وبالتالي سيكون هناك توظيف المزيد من العمال، أين معدلات البطالة سوف تنخفض. طيب إذا انخفض معدلات البطالة سنجد أن الاقتصاد الآن بدأ في حالة رواج، مستوى العام الأسعار يبدأ بالارتفاع، فنحن ربما نجحنا في تخفيض البطالة مثلا من 10% إلى 8%، لكن في المقابل نجد أن التضخم ازداد من 5% إلى حدود مثلا 7%، فنحن عالجنا موضوع البطالة ولكن على حساب تزايد ارتفاع معدل التضخم. إذن هذه ظاهرة منحنى فيليبس الذي يحكي علاقة عكسية بين البطالة والتضخم. طيب نعود للشريحة مرة أخرى، نرى أن إذا كان المستوى الفعلي أكبر من الطاقة الإنتاجية التضخم يتصاعد، يعني بالمختصر المفيد إذا كان الاقتصاد قريب عند مستوى التوظف الكامل مشكلة التضخم ستكون في الحقيقة واردة جدا مع أي سياسة توسعية، أي سياسة اقتصادية توسعية أو أي محاولات لأجل تقليص البطالة سيكون في الحقيقة مصحوبا بتزايد معدلات التضخم. هناك من يرى أن التضخم بعد الحرب العالمية الثانية يعود لأسباب ليس منها ارتفاع الطلب، يعني التضخم بعد الحرب العالمية الثانية، هذا رأي بعض الاقتصاديين يقول أن أسبابه ليست في الحقيقة بسبب ارتفاع الطلب الكلي، وإنما بسبب تزايد قوة النقابات العمالية وتعاظم القوى الاحتكارية الصناعية، مما يؤدي إلى خفض المنافسة السعرية. أما الآن في الوقت الحاضر نتيجة للتغير الكبير في التكنولوجيا وانحسار قوة النقابات العمالية والخصخصة وتزايد المنافسة من الاقتصادات الناشئة، كل هذا ساعد على الحد من التضخم، أي أنه في الوقت الحاضر معدلات التضخم تعتبر معقولة. لماذا؟ بسبب التغير في التكنولوجيا، وهذا اثنين حساب قوة النقابات العمالية، ثلاثة الخصخصة. الخصخصة وش المقصود في الخصخصة؟ المقصود في الخصخصة في الحقيقة هو بيع الحكومة لمشروعاتها أو لبعض من مشروعاتها إلى القطاع الخاص، فانتقلت الملكية إلى القطاع الخاص، هذا كان سببا من أسباب انخفاض معدلات التضخم. وكذلك تزايد المنافسة من الاقتصاديات الناشئة، هذا التنافس بين الدول أدى إلى انخفاض معدلات التضخم. أي باختصار في الوقت الحاضر يمر العالم الغربي بمرحلة جديدة من استقرار الأسعار بسبب العوامل التي ذكرناها، اللي هو التغير الكبير في التكنولوجيا وانحسار قوة النقابات العمالية والخصخصة وتزايد المنافسة من الاقتصادات الناشئة. النقطة التي سننتقل إليها ولعلنا نرجع الانتقال إليها الحلقة القادمة، اللي هي الآثار السلبية للبطالة. يعني البطالة كما قلنا مرض، والمرض كلما في الحقيقة تزايد معدلات البطالة، كلما تزايدت حدة البطالة، كلما تزايد حدة المرض، وبالتالي العواقب والآثار السلبية للبطالة ستكون كبيرة جدا. لعلنا نختم الحديث في هذه الحلقة حول هذا، ونرجع الحديث عن الآثار السلبية للبطالة بإذن الله الحلقة القادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.